اقبح حاجه اللي تقدر دير شي بنت شابه في مقتبل عمرها واللي كتعيش وسط مشاكل ديال العائله انها تهرب للزواج اللي ما مبنيش على المهل وعلى القواعد ديالو والاصول ديالو. مثلا عنيش فخامه الحفل او لا فخامه الدهاز، ولكن التأني في الاختيار والتأني في انها تدرس الشخص اللي غادي تكمل معاه حياتها، لانه الزواج مشروع نتاع شخصين لكل واحد يعطي من جهته باش ينجح. حكاية ليلى غادي نحكو فيها هادشي كامل، وفيها درس جميل وغتقوي كاع الشابات وتعطيهم القوة باش انهم يبدلوا حياتهم. بقاو معي باش تسمعوا حكاية ليلى. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه احوالكم طيبه. قبل ما نبداو في حلقتنا الليله كنتمنى اي واحد كيشوف هذه الحلقه في هذه اللحظه يدعي مع الخوت ديالنا في فلسطين اللي مازال كيعيشوا في وسط المعاناه وفي وسط الالام، فنسال الله تعالى انه ينصرهم في اقرب وقت يا مولانا الكريم. وفراسكم هذه الحلقه والله ما كان فيها لي صورها اليوم، مع خصوصا انني صبحت على شي فيديوهات من الحرب اللي خلاص ديما متبعاهم كيضروا في الخاطر وكيخليو بزاف ديال التساؤلات في الدماغ، ولكن في الاخير كل شيء باذن من الله تعالى، واكيد ان الله يمهل ولا يهمل، ورا سبحانه بامكانه انه يقول لي الامر كن فيكون، ولكن لكل شيء حكمه لا نعلمها نحن ولكن يعلمها هو تعالى. فالله ينصرهم في العاجل القريب. خير ما تعطلش عليكم اكثر، خليو لي لتحت واحد الضغط على زر الاعجاب ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا سميره، وجهي معروف ومألوف عند بزاف في يوتيوب. غادي نشارككم حكايتي ولكن غادي نتحفظ على بعض النقاط باش نقدر نرتاح ونتعاود القصه ديالي. وانا صغيره كنت عايشه وسط والدي وخوتي، والدي عمرني ما شفتهم كيتناقشوا ولا عندهم شي مشكله، لدرجه انه فاش كبرت كان كيسحب ليا بلي انه الناس ما كيتدابزوش وبلي ما تيوقعوش نقاشات ما بين الازواج. هكذا عشت وسط الوالدين ديالي، ما كيتعايروش وما كيتخاصموش، عايشه واحد الحياه اللي هي سليمه. كنت كنتمي لواحد العائله اللي ما عندهاش وما خصهاش، عايشين حياه متوسطه. ماما كانت خدامه، ولكن فاش ولدتني جلسات وبدات كتقلب شنو ندير شنو ندير، حتى غادي بدات كتخدم من الدار عندها، مره كتخيط مره كطيب حتى تلاحت الحلوه، وبدات كتعرف ما بين الجيران وما بين صحاباتها. انا كنت قريبه من ماما وعزيزه على بابا بحكم انه ما عندوش الخواتات، وانا اول بنت في العائله كلها. بدينا تنكبروا وتعرفت على واحد البنت اللي كانت داخله لاصال اللي غادي ندخل معاها نتاع واحد الرياضه، فبديت كنمشي انا وياها فرحانه لانه كان تريني وكنعطيني مجهود ديالي في شي حاجه اللي انا كنبغيها. والاستاذ كنت عزيزه عليه لانه تنبان ليه كنت نخدم من نيتي، وكان تيقول لبابا بنتك راه كتلعب مزيان وعندها حظوظ باش انها تمشي بعيد. بابا كان صارم معنا في القرايه وفي المقابل دير لي الرياضه اللي بغيت انا. كنا عايشين واحد الحياه اللي هي سليمه كيف قلت لكم، وحنا تنكبروا المصاريف معنا كيتزادوا. صحيح انه عند بابا كنا حنا ولاد عزاز عليه، ولكن هو انسان اللي ما سخيش بيديه زعما ما تيعطيش. انا البنت ما كانوش متطلبات ديالي كثيره، حيت ما كنتش من البنات اللي خصها تشري حوايج كل وقيتها ولا تصايب شعرها ولا دير ولا داكشي ديال البنات. ملي بدينا كنكبروا بدات الحياه كتصعب، وخوتي كل واحد واش خصو، هذا مونطو هذا سبرديله، كل واحد واش كاين. كان عندي جدي وجداتي من بابا اللي كانوا مطلقين، جدي غادي يجيه الزهايمر وجا عندنا للدار، وماما اللي غادي تولي كتقابلو بمعنى الكلمه حيت ما بقاش تيعقل ولا كيدير كلشي تحتو اعزكم الله. واذا خرجنا شي نهار وبقى غير بوحدو كنلقاو داكشي اللي دار اعزكم الله لصقو في الحيط، وماما كتبدا كتمسح وكتنقي، كانت كتقول داكشي في سبيل الله. وصبرات غيبقى معنا جدي لمده 4 سنين بديك الحاله ديال الغوات بالليل، والجيران عند بالهم باللي انه حنا كنضربوه، ولا كيخرج للزنقه وكيقول لهم راه تيضربوني ولا راه داو ليا فلوسي، وهو راه غير الزهايمر اللي كان جاه انا داك، ما مخليش يعقل على راسه شنو تيقول. في الاول الجيران كانوا تيشوفوا فينا شوفه ناقصه وباللي فعلا كنديو ليه فلوسه، حتى واحد النهار كان جلس هو واحد السيد حدا باب الدار وقال ليه انا ما تنكميش، وهو انا ذاك كان شاد الكارو في يديه، وهنا فين عرفوا بلي انه فعلا مريض بالزهايمر وما تيعرف شنو تيقول. ولكن عشنا معاه المعاناه خصوصا والديا، علما انه عزيز علينا لانه قبل المرض ديالو كان كيتهلا فينا وبزاف ديال الحاجات. داز داك الوقت وهما مقاتلين معاه كيديو لهاد الطبيب ولهذا وتيحطوا عليه فلوس اللي كانت صحيحه وكيشريو ليه ليكوش، ورغم اننا عائله اللي ماشي لاباس علينا وغير بين واحد النهار مات جدي وما بغيناهاش، ولكن بحيله نوعا ما ارتاحينا لانه ما بقاش عندنا صداع ولا داكشي اللي خص دير ماما كل نهار انها تغسل البيت كامله، حيتاش كان تيوسخو وحوايجنا كانوا كيتوسخوا بديك الريحه عزكم الله اللي كنا كنمشيو بهم للمدرسه وما كيعجبناش الحال. ولكن فاش كبرنا وعرفنا
كنا تنقولوا كون غير بقى جدي. المهم مات جدي وقدينا البيت اللي كان فيه، اللي كان وجداتي اللي كان بابا مره اللي كيجيبها لعندنا، علما انها كانت واعره بزاف وخايبه، وغير كتجي كتجبد صداع ما بين ماما وما بين بابا، وهو كان عارفها شنو كدير، ولكن كتبقى امه كان كيدير لها خاطرها، وهو بينو بين ماما عارفين شنو كاين. جداتي ما كانش كتبغي انها تجي تجلس معنا نهائيا، ولكن شنو كانت تدير انا ذاك، كانت كتمشي للخيريه وتقول لهم راه ولدي جرى عليا، وهي اللي كانت كتجمع حوايجها وتخرج وتقول لهم ما تشدونيش هنا، ما بغيتش نجلس، واخا كيبدا كيطلب فيها ولا كيفيق شي صباح وكيوجد لها الفطور، واخا هكا كيفاش كيمشي للخدمه كتهرب لينا وكتمشي للخيريه، وكيعيطوا عليه منا ويقولوا ليه راه امك فلان راه عندنا، حنا ما تنشدوش غير اللي بلا عائله. هي كتقول لهم انا عندي مع من تونس هنا ونتفاهم معاهم، غادي يمشيو يهضروا مع بابا انه بامكانها انها تبقى واخيرا، ولكن بشرط انه بابا يعطيها شي حاجه في الشهر ملف وتبقى تما، ما كاينش مشكل. كانت صعيبه بزاف بدون ذكر تفاصيل اكثر. بدينا تنكبروا وماما بدات كتخدم اكثر وكتعاون مع بابا، حيتاش مصاريفنا غدا وكتكبر معانا، لانه بابا واخا عنده ما كانش كيعطي كلشي، فاش هو بدا كيشوفها انها بدات كتخدم ولا كيشد يديه، ومعاه هي خدامه في داكشي ديال الحلوه الطحين والزيت وداكشي كامل كانت كتجيبو هي، يعني اللي شدتها كتعاود تستعملها في نفس الغرض. هو منين بدا كيشوفها كتجيب داكشي وحنا كنستهلكو منه ما بقاش كيعطي والو من غير انه يخلص الماء والضو، وماما بدات كتصبر وكتقول على ولادي اليوم غدا اليوم غدا، علما انه كانت متدينه. الفجر ما كانتش كتفلتو، كانت كتقرا قواعد القران في الجامع ودات بزاف ديال الجوائز بسبب صوتها اللي كان زوين. فاش دخلت للتماره فبحيله بدات كتبعد على قيام الليل، لانه ولات كتقيل النهار كامل كتخدم وبالليل ما كتقدرش تنوض. كاع داكشي اللي كانت كدير مجتهد في العباده قبل ما تخدم مع التماره وتلهات صافي حبساته، لانه ولات كتعيا. لحد الان نقدروا نقولوا بانه مازال ما بداتش حكايتي. في الاولى ثانوي كنت حبست الرياضه ديالي لانه بابا حبسني كعقاب ليا من شي حاجه اللي انا ما عرفتهاش، ولكن بقى في بالي بلي انني باغا نرجع وباغا نتريني حتى رجعوني. ومشيت لواحد لاصال قريب لينا وكنت نعطي من نيتي، لدرجه انه كلشي كان تيقول ليا انت واعره كتلعبي مزيان، لدرجه كنت نحماق على ديك الرياضه، واذا بغات تعاقبني ماما كانت تقول ليا ما تمشيش جلسي، حيت عرفوا شنو هي نقطه الضعف ديالي. بقيت بحال هكاك 5 6 الباك. فهاد الوقيته فاش ماما بدات كتخدم بداو المشاكل اللي ما كناش كنعرفو منين تيجيو، وليت كنشوف شي حوايج اللي ما كنتش كنعرفهم وانا صغيره، وغادي يجيني اكتئاب وانا في الباك، وديما الغوات والمعيور مع بزاف ديال التفاصيل في هاد المرحله اللي ما بقيتش مع بزاف ديال التفاصيل. فهاد المرحله بدات ما بقيتش كنخرج من الدار نهائيا، واذا خرجت غير باش نمشي للصال، اما باش نقرا لا. حتى لواحد المره غادي نجلس شهر حتى بداو كيصيفطوا ليا من المدرسه، غادي يجي عندي حارس العام للدار ويسولني علاش ما بغيتيش ترجعي، علما انني كنت مجتهده وهذا كان اخر عام ليا. المهم غادي يقنعوني ومشى معايا بابا ودار ليا شهاده طبيه ورجعت بديت كنقرا، وغير نجلس سيمانه ولا زوج ويعاودوا يعيطوا ليا من جديد. داك الباك نتاع ديك السنه داز بحال هكا، حتى ما قريتوش حتى وصل الامتحان وقلت لماما بلي انني ما غاديش نمشي ندوزو، قالت لي غير سيري دوزي اللي عليك. فعلا مشيت دوزتو، وديك السنه نيت كنت ديت البطوله في ديك الرياضه اللي كنت كنحماق عليها، لان كانت هي المتنفس ديالي وسط داك الاكتئاب، وهذه هي النقطه اللي ما خلاتنيش انني نحارف، حيت الانحراف كان غادي يكون ساهل ليا، لانه هما كانوا ملهيين غير في المشاكل ديالهم وصداع، وانا كنخرج مع الصحابات وكندور، ولكن اختاريت لاصال. يقولوا لي نوضي مع 7 ديال الصباح تقراي، نقول لهم لا. يقولوا لي نوضي تريني، نوض مع 6 ديال الصباح ما عنديش مشكل. بقيت بحال هكا، جا الباك دوزتو وعطاوني الاستدراكيه، وهنا غادي تحلوا ليا العينين. قلت سيدي ربي عطاني هذه الفرصه واحده اخرى، فين نجيب الباك اللي نقدر ندير به شي حاجه في حياتي. دوزتها ونجحت، وفاش بغيت نقرا ندخل الجامعه غادي يصدني بابا وغادي يقول ليا سيري بنتي صرفي على راسك، انا ما غاديش نعطيك، اذا بغيتي تقراي على راسك سيري تخدمي، انا بركه عليا هذا الشيء اللي صرفت عليك. انا فاش سمعت هكا قلت لا خاصني شي حل، ما يمكنش، لانه ما غيبقاوش يخلصوا عليا لاصال وانا باغا نتريني، وكان عندي شوق انني نتريني وصف. بديت كنفكر نهرب، اويلي يا سميره اذا هربتي فين غادي تمشي، كرت نتزوج اي واحد في طريقي، نتزوج به غير باش نهرب من هذا الشيء اللي انا فيه، المشاكل وهذا الشيء كله. بزاف اللي كانوا كيهضروا معايا وتيقولوا لي نتزوج بك، والحاجه الوحيده اللي كانت فيا انه كنت بعقلي، ما عمرني ما درت شي غلط انني نمشي مع شي حد لشي بلاصه اولا يوقع شي غلط ما بيني وما بين شي شخص. كنت رد البال راسي
وماما كانت كتوعيني وكتقريني عندك هادي وعندك، وكان معاوني حتى عقلي اللي كان نقي بالرياضه، حيت كاع صحابي والاساتذه في لاصال كانوا نقيين في عقلهم، فما كان عندي مناش نخاف. ولدابا راه مازال ما بداش قصتي، هادشي كله غير تمهيد، حيت قصتي غادي تبدا هنا فين تعرفت على واحد السيد. السيد اللي تعرفت عليه في الفيسبوك وقال لي بلي انني بغيت نتعرف عليك ونتلاقى بك، قلت ليه واخا، وانا كنت نقول يمكن غير تيكذب عليا وما جايش، واللي نسيت ما قلت لكم بلي انه غادي يتزادوا المشاكل ما بين والديا، ما بين ماما وبابا، وماما غادي تمشي لواحد دارها في مدينه واحده اخرى وغادي نمشي معاها، وما عندناش الفلوس، البركه اللي كانت جابت معاها سالت لها، وغادي خصنا نقلبوا على شي حاجه. يعني فاش قال لي هذا السيد نتلاقى معاك هاد العشيه، مشيت قلتها لماما، قالت لي سيري وحضي راسك وعندك. تلاقيت معاه اللي كان صغير بزاف وبدا كيعاود ليا انا كنت مزوجه السيده اللي تزوجت بها ودارت ليا وفعلت ليا وما صدقتش وحصلتها واوا. انا بحكم انني كنت عايشه وسط عائله اللي كان كيبان ليا كل شيء وردي، كان يبان ليا بلي انه اي واحد قال شي حاجه راه بصح، فما كناش كنعرفوا الكذوب وما عندناش الخبز في الدار ورغم الصراعات ديال والديا، وكان عند بالي بلي انه كاع الناس عايشين بحال هكاك. وفاش عاود لي قصته دات لي ديك خيتي وفعلت لي وانا عائلتي ما كيحترمونيش، حنيت لانه كنت حنينه، واللي بكى نبكي معاه واللي ضحك نضحك معاه، واللي قال لي اه راه اه وخا يكذب عليا كان عند بالي بلي انه بصح، حتى كنتلقى بلي انه كذوب من بعد. المهم بقى كيعاود لي انت عجبتيني وانا ما كنتش جاي باش نقول لك نتزوج بك، ولكن فاش جيت عجبتيني ودابا انا بغيت نتزوج بك. قلت اجي نتبع الكذاب حتى لباب الدار ونشوف واش غادي يتزوج بيا ولا لا. قلت لي واخا، قال لي غادي يصيفط الوالده واختي يجيو يهضروا مع ماماك باش نشوفوا فوقاش نديروا شي حاجه ونتزوجوا، حيت انا اصلا ما بغيتش نطول ونبقى نديك ونجيبك، حيت انا دابا راني واجد. جيت عند ماما وقلتها ليها، قلت لي الله يسهل عليك اذا فيه خير لك. ماما كانت مرحبه بالفكره ديال الزواج انا ذاك، حيت ما بغاتش تكرفصني، كانت تقول لي اذا غادي نتكرفص نتكرفص بوحدي وانتي بداي حياتك من جديد. داك السيد قال لي نهار الحد انا غادي نصيفط ماما واختي يدويو مع ماماك باش انهم يجيو. فاش قال لينا هكاك غادي نرجعوا من الدار ديال ماما للدار عند بابا، غادي نعيطوا ليه ونقولوا ليه شنو كاين ودخلنا. بلي انا والسيد مصيفط غير مو واخته على هضره عاديه وصاف، ما كاينش الرجال، اذا انت ما تجيش، سير خرج جيب شي دويره بيد ما هما سالاو، غادي يجي نهار الموعود وغادي نتفاجئوا بلي انه جاو عائلته كلها اللي كانت كبيره برجالها وجايبين الحلوى والدهاز ومخبيينه في الصاشيات كبار، يعني بحال شي حد مسخر ليك وجايب داك الشيء. ماشي مشكل، قلت مع راسي هاد التفاصيل ما كاينلاش نحكي عليهم من النهار الاول. عجبناهم والسيد ولا يقول لي انا باغي نتزوج بك، ما تليتش باغي نطول، انا موجود وانا هذه وهذه. تنقول لي غير واخا، انا هي البنت الاولى في العائله وحتى عند والديا، وماما باغا تفرح بيا لانه من صغري وهي كتقول لي نهار تزوجي بنتي سميره غادي ندير لك عرس اللي غادي يهضر عليه الكبير والصغير. فاش بدا عليا باغي نتزوج دغيا غادي نقول ليه بغيت نديرو العرس، في الاول قال لي اه وقالها الماما واللي تفاهمت معاه على كل شيء وتيقول لها غير واخا. فاش مشاو لغد ليه غادي نتلاقى انا وياه، وبدا كيدخلني في داكشي اللي تفاهم فيه مع ماما بلي انا اللي نتدخل ما بيناتهم ونقول ليها لا بحيلا انا اللي ما بغيتش. قال لي قولي لماماك هذه وهذه، وانا فعلا انا ذاك كنت كنمشي عند ماما ونقول لها صافي بلاش وهذه راه حشومه وهذه ما كاينلاش وما عندوش. المهم كانت هي كل دماغي مزيان، علما انه انا ذاك كانت عندي غير 18 سنه وكانت عندي الفكره نتاع واخا الراجل ما يكونش عنده نتعاونوا نديروا كل شيء مجموعين. المهم كاع داكشي اللي تفاهمنا عليه ما كان من والو، ومن غير انه عطاني صداق وجاب لي الخاتم فقط، ما جاب لي حوايج، ما عاوني في العرس وقال لي لا حقرا ما غاديش نحضر، حتى دارت فيه ماما وقالت لي لا ضروري، واش بغيتي هي تبرز بوحدها وفين هي بعدا عائلتك؟ لا ما غاديش يجيو. هادشي اللي قال لي بقات معاه حتى جمع الطبله ديال عائلته بزز باش غادي يجيو. تنقول مال هاد العائله دايره بحال هكا؟ المهم انا ماشي سوقي غادي نتزوج به وما عندي ما ندير بهم اصلا، تزوجنا غادي ديني لواحد البلاصه وراني ديك الدار اللي غادي نسكنوا فيها. وقالت لي ماما راه كيما غاديش تقدري تسكني هنا. في الاخير ما سكنتش بوحدي حيت كانت معايا واحد الانسانه من عائلته اللي غادي يوقع مشكل ما بينه وما بينها. فاش تزوجت بهاد الانسانه غادي نكتشف بلي انه مدمن وبلي انه عصبي ولا علاقه مع داك الانسان اللي عرفت قبل الزواج. وانا اصلا تزوجت غير حيت هربت من المشاكل وباش نتريني ونقرا، لانه قال لي ما عنديش مشكل انك ديري داكشي اللي بغيتي غادي نخليك، ولكن غير تزوجت به قطع عليا كلشي وبدا يقول لي ما عندك ما ديري بالقرايه، سيري ولدي ولادك وتكمشي. لقيت راسي وحلت
واش انا هربت عباد الله وجيت نعيش اقل بكثير من داكشي اللي كنت عايشه فيه في دارنا وما كنتش راضيه عليه. بديت نقول ماشي مشكل ماشي مشكل، انا هادشي اللي كتبوا لي الله غادي نعيشه. بديت كنصبر في راسي اليوم غدا اليوم غدا، وقلت خاصني ندير شي حاجه. واحد النهار وانا كنتمشى معاه في الزنقه جبت معاه واحد الموضوع بلي حنا راه في مستوى الحضيض وبلي ما كنتش عايشه في هادشي مع دارنا وما كانش عند بالي هكا غادي تكون حياتي، وانا غادي نمشي نخدم دابا حيت راني ما تنطلب منك والو من غير نتعاون انا وياك ونزيدو لقدام. ايوا واش غادي نقول لكم، هنا غادي يدير ليا واحد مولاتي الشوها في الزنقه تيغوت حتى تجمعوا علينا الناس، وكون ما جاوش هاد الناس كان غادي يضربني، وحنا مازال باقيين يلاه مزوجين. بقيت كنصبر اليوم غدا وماما كتقول لي ما عندك ما ديري به تفرقي معاه، وانا بحال تحطيت في الوسط ما لقيت ما ندير. هاد الوقت ماما كانت تفرقات مع بابا حيت كثروا المشاكل ما بيناتهم، بابا عاود تزوج عاود حياته وماما مشات على البرة، وكان صعيب عليا انني نطلق وانا عايشه اكفس ايام حياتي. كنت كناكل العصا وقلت الادب وما يمكنش يدير شي حاجه الا بخبر امه، لدرجه داكشي اللي تناكلو تيكون في خبرها، واكفس من هذا يمكن لكم حتى هو تخيلوه تيكون في خبرها. كلشي كلشي داز الوقت وبديت كنعرف بلي انه بالعاني جاو النهار الاول بديك الدخله ودوك الحوايج اللي كانوا مخبيين والرجال حتى هما باش حنا ما نلقاو ما نقولوا وزربوا علينا، وهذا الشيء كله من تحت راس امه كانت تقول ليه زرب عليها. علاش باش نكون معاكم صريحه، كون ما زربتش وعطيت الوقت لراسو وعرفتو كيفاش داير ما كنتش نزيد معاه حتى نهار. كنا كنتفقوا على هضره وكيخلينا حتى نويو نديروها وكيتقلب. بقى نعقل قبل الزواج واحد النهار قال لي غادي ننصحك انك تبعدي من ماما وبعدي من عائلتي، حيت فاش كنت يعاود لي عليها شي حاجه كنت نقول ليه لا ديك راه ماماك وراه ما كتبغي لك غير الخير. هي كانت كتبين لي بلي انها ملاك، وما كنتش كنشري بيجاما الا اذا شرا ليها، وما كنتش ناكل شي حاجه ندوزها في حلقي الا اذا خداها ليها. مره مره كنت كنمشي كنشوف بابا انه هو اللي كان قريب ليا، وماما كنت كنعيط ليها وكنعاود ليها وهما كانوا تيضحكوا عليا. ماما كمشات عليكم واستغلوا الضعف نتاعي انه ما عندي فين نمشي، غادي يقولوا ضغطوا عليها بجميع الطرق لانه باها مزوج ومها بعيده وردوها خدامه عايروها ديروا فيها ما بغيتوا، لانه ما خدامه ما عندها فلوس وما عندهاش الحل، غادي تصبر وبزز منها. وعشت جميع انواع البؤس وضعافيت، انا اللي كان عندي حقي من الزين وكنت كنتريني. ما غاديش نشكر لكم راسي ولاني المحيط اللي كان تيقول لي هذا الكلام، حتى وليت حالتي والحبوب مطلص ليا في وجهي والحوايج ما بقاوش كيجيو قدي، وبقيت كنخمم شنو الحل اللي ندير مع هاد السيد يا ربي. ضربت معاه 3 سنين ديال الزواج وانا تنفكر كل نهار شنو ندير اذا طلقت، كيفاش غادي نبدا حياتي وشو غادي ندير من بعد، علما انه حملت في ديك الوقت وفقدت الجنين ديالي بسبابه دبست معاه وطحت وجاتني كورونا وجاني نزيف وما كانش اللي يعتقني ولا يديني للسبيطار، دهست عليه ولكن تنقول فيها خير. بقيت تنصبر تنصبر، والدار اللي ساكنه فيها ديال الوراثه غادي نوض عليها صداع، وقال لي يلا نسكنوا في دارنا، عندهم شي دار لاخوات لسبب ما. وهنا من هادشي كامل كان غرضهم انني نمشي لديك الدار نسكنوا فيها، وكاين خوه تما بوحدو غادي يبدا هو كيخرج للخدمه ويخليني معاه، شي حاجه اللي كاع ما كتدخل للراس نهائيا. مشينا لديك الدار سكننا فيها ودوزنا 3 شهور حتى كنتفاجئ بالام ديالو والاب ديالو كيجيو كيسكنوا معنا في الدار، وهنا غادي يدوز عليا عاوتاني. كنت غير انا وياه وما مفاهمينش، فما بالك انه غادي نكون معاهم في الدار ويفصلوا ويخيطوا قدامي وانا ما نقدر ندير حتى شي حاجه. خصك تسكتي وتصبري وتضربي تمر على قلبك. كنت نسيق ونجفف ونطلع الحوايج للسطح ونخمم، كنت خدامه ورغم انني كنت مفشه في دارنا وكنبقى غير ساكته. وسط هادشي كله قبل فاش يلا تزوجنا من بعد ما دوزت مع شي عام كنت بديت في يوتيوب، وبداو شويه الناس كيتعرفوا عليا دارهم انا داك فاش شافوني مستمره بداو عليا الحشومه علاش كديري هادشي وعلاش كتبيني وجهك. من بعد دازت سنوات وبديت كندخل شي بركه ديال الفلوس اللي كانت كتعاوني من هنا ومن هنا. في الاول بداو عليا في الانتقادات غير هما شافوني بلي انني وليت كندخل الفلوس ما بقاوش كيدويو، الاب ديالو غادي يمرض وكنت انا نقابلهم ونطيب ونوجد لضيافهم. هادشي كامل شنو دارها ليا؟ دارها لي قلت العقل، لانه كون فكرت ولو غير شويه ما كنتش ندير نفس الغلط، وكون خديت الوقت ولو غير شويه معاه ما كنتش غادي نتزوج به ونكمل قرايتي ولو نسمع النقير ديال بابا كل نهار وما نزربش هاد الزربه اللي زربت. المهم اللي عطى الله عطاه، بقيت بحال هكا حتى لواحد النهار عييت وقلت لي غادي نخرجوا نكريو. بابا وماما قالوا لي غادي تعاونوا معايا باش انه نكري في شي بلاصه ونخرج من المشاكل. تفاهمنا وهزينا رحيل، بقات لينا يومين نخرجوا من ديك الدار ونسكنوا في وحده اخرى. خلاني حتى الليله بليلتها وحط حوايجه وقال لي انا ما غاديش معاك، واذا بغيتي تكري سيري عند باك يكريليك حيت انا ما كاريش ليك بسميتي. عرفتوا هنا شنو وقع ليا؟ صافي الدنيا دارت بيا وما بقيتش عارفه ما ندير،
واش نبكي ولا نغوت ولا نعس ولا نفيق. وانا ذاك كانت معايا اختي حيتاش بابا قال لي عيشيها معاك وانا ما يمكنش لي نسمح فيها. لغد لي صباح خرجت جمعت اللي بقى ليا ومشيت عند خالتي عاوناتني وقفات معايا وقلبات معايا على الكرة. ما لقيتش في ديك المدينه حيت شي قبلوا فيها غير الناس الموظفين باش انهم يضمنوهم في خلصات الشهر. تخيلوا معايا المشاكل اللي انا وسط منها وما معايا لا عائله لا والو. غادي نعيط على بابا هو اللي غادي يقلب ليا. قال لي انا ما عندي ما ندير لك بغيتي تكري سيري كري. تخيلوا غادي نبدا كنخرج نحط اختي تخطره ولا نمشي نبدا كنقلب راسي شكون غادي يكري ليا وانا مازال باقا صغيره. الاغلبيه تيقولوا لي اه واخ ولكن تيقلبوا عليا. كانت عندي ما بين 20 و 21 سنه وهذا الشيء كامل وقع ليا. غادي نمشي لواحد الحي اللي اخيرا لقيت فيه واحد الدور على قد الحال وسكنت وحطيت حوايجي تما. واختي ديما كنت نبين ليها القوه وما كنبغيش نضعف قدامها. وكانت عندي كل نهار 10 دراهم ديال الطاكسي ديالها باش انها تمشي تقرا لانه بعدنا بزاف على المدرسه. هزيت اختي وسكننا وخدمات لي القناه ديالي مزيان وكنت كنخدم في اشهارات والناس ما كانوش كينساوني وكيصيفطوا ليا. وبسطامي ما كانش تيخوى كنت كنشري غير الثانويات حيت الاساسيات كانوا موجودين عندي في الدار. هو من بعد ما خرج ما تسوقش ليا حتى دازت واحد زوج ديال السيمانات مشيت نهز شي حاجه بقات عندهم اللي حطتهم ليا امو في الباب. هزيتهم هو غادي يدفع ليا دعوه في المحكمه وغادي تعيط ليا امو باش تقول لي نعلي الشيطان. قلت لها انا وداك السيد حرام ما بيناتنا الرزق عمرني مازال باغا نشوفه ما نكذبش عليكم. وليت كنكره واحد الكره اللي كان شديد لدرجه انه شي حد يقتلك وما تحسيش بنفس الاحساس حيت داكشي اللي دوز عليا والتفاصيل ديالها هو وعائلته ما يمكنش ننسى. من بعد جيت سكنت في دارنا مع خوتي وخدمت في واحد الخدمه. انا شكيت انه داكشي اللي وقع كان السبب ديالو السحر. تنقول الحمد لله منين هذا السبب هو اللي خلاني انني ما نكملش مع هذا الانسان اللي كان نرجسي. من مورا هذا الشيء فاش خدمت سحروا ليا باش انني ما نكملش حتى وليت كنقول الا ديك الخدمه هي اللي ما غاديش نمشي ليها وحبست منها. وماما كانت كتجي كل عام وكنا كنخرجوا اللي داز عليا غادي ياثر عليا فعلا. ولكن تنقول احسن حاجه لانه بسبب داكشي تقوات الشخصيه ديالي وحتى حد ما يقدر ياذيني اليوم بسهوله. اليوم انا خدام على راسي ولله الحمد ما خصني والو ورغم انني ديما تلقى السحر حدا دارنا وكتجي لحظه فيها كنتطفى وكنتقاتل وتنوض عاوتاني من جديد وكندير جميع الحلول غير باش انني ما نستسلمش. اختي كتكبر قدامي ما خصنا والو وليت حسن من اللي كنت وبزاف. طش ديال الصغر ديالي وقلت العقل خلص غالي في واحد المرحله من حياتي ولكن كتبقى ديما تابعك واخا تكون ما عرفت فين وصلتي كتبقى كتفكر في اللي داز عليك وحتى حاجه ما كتحيد لك من الذاكره ديالك لدرجه انه اليوم عندي تخوف من انني نعطي فرصه لشي شخص واحد اخر. بزاف اللي طلبني الزواج من العائله من القريب والبعيد ولكن علاش؟ لانهم شافوني بلي انني زدت القدام وتبدلت الشخصيه ديالي ولاو عندي فلوسي. اما نصيحتي للبنات ولاي واحد كيسمع قصتي هي كالتالي. الميساج اللي غادي نوصل لاي وحده اي بنت كوني كابابل. انا ما غنقول لك سيري تقراي كاين اللي خدام ماشي في الدومين ديالو كاين اللي قرا 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 وصل ما عرف فين ولكن ما خدامش في هذاك الشيء اللي قراه. كوني كابابل كوني قاصحه مع هذا الوقت هذه كوني للوم ولاتي ما تخلي حتى شي واحد يديرها بيك. نتقاتل على راسي ممكن نكون كنقرا ونخدم وما نحشمش من الخدمه اللي غادي نخدم ولكن اليوم غادي نخدم في هذه الخدمه اقل غدا نقلب على خدمه اكثر منها وغادي نخدم فيها. شفت راسي غدا مزيان لا داي انني نحبس من الخدمه وننتقل من هنا ونكون اكتيف ما نكونش ناعسه كنتسنى الخدمه ديال الدومين ديال هذاك الدبلوم اللي قريت او لا انا عندي لا ليسونس في القانون غادي نمشي نقلب على خدمه في القانون لا نمشي نقلب على خدمه غير نقابل غير شي حانوت ونخدم ونعطي جهدي ونكون مزيانه الشيء اللي مزيان من الداخل ربي ما عمره ما كيخيب. واي واحد اداني في هذيك الوقيته كنشوف فيه دابا قدامي ربي كينتقم منه. ما غاديش نبغي لهم شي حاجه خايبه ولكن بيني وبينك غير باش نبرد على داكشي اللي دوزوا ليا لان فريمون دوزوا لي العذاب اللي دوزوني حتى ما نقولش كاش تحيا تستقبل مع العائله حتى هما دوزوا ليا بزاف ديال الحوايج ولكن هذيك القصه بالضبط حيتاش العائله رغم انهم كانوا سوء تفاهم معاهم ولكن كتبقى عائلتك من مراها وقفوا معايا في شي وقيت اللي انا ما كنتش متوقعه ما يوقفوا معايا ولكن عمري نسالو داكشي اللي دار فيا الى يوم الدين. شتي هو امو نقدر نقول لك لدرجه ان غدا قدام الله نكون انا الوحيده اللي بقيت بينه وبين الجنه وما نسمحش لها هي له انا فريمون دوزها عليا بالعصا ودوزها عليا
بالمحيور ودوز عليا بتنقص مني ودوز عليا بزاف د الحوايج. كانوا عائلته، ناس من عائلته كانوا كيجيو عندي وكيقولوا لي اش هاد الشيء عايشه فيه، سيري خرجي سيري قلبي لك على الكره ولا سيري ديري. كنحني راسي وكنسكت وما كنقول حتى شي حاجه حيت ما عنديش حل. كنت كنحاول نلقى حل، انا ما عمري ما كنت بغيت نطلق، ما عمري ما كنت بغيت نطلب الطلاق، كنت باغي نلقى حل. ولكن فاش كتلقاي واحد الانسان ما باغيش لك، كنقول له انا ما مرتاحش، كيقول لي وانتي ما مرتاحه. ما انا مرتاح دارنا هذه، شنو معنيتها؟ معنيتها انك الا كنتي ما مرتاحه سيري لداركم. ولكن الغلط اللي كنت كندير انا غادي نعاود نرجع للغلط اللي كنت كندير، هو انني كنت حطيت عليه الراس، كنت كنعاود ليه كلشي، صداع المشاكل ديال دارنا كلهم كنت كنعاودهم لي. هذا دار هذا، فعل هذا، ترك بابا دار لي، ماما دارت لي، عايرات لي، قالت لي، فعلت لي، تركت لي، كلشي كنت كنعاودو ليه. وهذاك التعاود اللي كنت كنعاود ليه هو اللي كانت نقطة الضعف ديالي، لانني وليت متشبتة به ومبقيتش قادرة نتفرق عليه. هذه هي قصتي، والعبرة ديال هادشي كامل هو البنات اللي صغار ما تفكروش تزوجو نتوما صغار، كوني راسك، عارفي راسك بعدا شكون نتي، ما تبغيش تكوني شخصيتك على ظهر شي حد اخر. حيت الا مشيتي انت صغيره وما مكوناش شخصيتك، غتبغي تكوني شخصيتك على ظهر هذاك الشخص، ما تبقاش عندك شخصيتك انت، غتكون عندك شخصيه هذاك الشخص اللي انت مشيتي معاه. وعاد الغلط الكبير هو انك اللي مشيتي مع شي شخص اللي هو براسه ما مكونش شخصيته، دونك كتمشيو فواحد البحر تايه ما عارفينش راسكم شنو كديروا، كتخربقوا كتعوموا كتخربقوا ما عارفينش راسكم شنو كديروا. والحاجه الوحيده اللي خرجت بها من هذه العلاقه هي انني خرجت بالولاد، ما ولدت ما حتى شي حاجه. دونك دابا ملي تفرقت انا وياه تقطعت العلاقه ديالي انا وياه، ما بقيت كنعرفو شنو كيدير، وانا عارفني شنو كندير، كيتفرج فيا، متبعني، حابو، خدمتو، فين ما كيمشي كيشوفني، انا متاكده فين ما غادي يدور غادي يلقاني، فين ما غادي يدور في التليفون غيلقاني، انستغرام ديالي غيلقاه، فين ما دار غيلقاني، كيشوفني. ما مرتاحش، ما مرتاحش داخليا. وانا داك السيد خرجته نهائيا من راسي، خرجته من راسي لدرجه اني وليت كنكرهو، بقيت كن لا اطيق، ونقدر نتلقاه في الزنقه نشوفو نشمئز منه. المستجدات الجديده ديال هاد القصه هادي هو انني انا خدمت، ولكن انا ما راضيش على هاد الخدمه اللي كندير. انا بحال اللي قلتي داكشي اللي باغا ندير انا كبار من هادشي اللي انا فيه دابا، ولكن كنحمد الله وكنشكرو على هادشي اللي فيه انا دابا، كنقول الحمد لله. ولكن انا ننصح واحد النصيحه لكاع البنات، ما غاديش انا اول مره غتسمعوا عندي هذه النصيحه، ما نقول لكش اختي سيري تقراي بقاي تقاتلي مع القرايه ولا الا، القرايه مهمه غتقفي بها، ولكن كوني كابابل، كوني اكيده ان الحياه راه ما كتوقف على حتى شي حد. انا نقولها لك لاول مره، ما كتوقف لا على والدين، لا على خوت، لا على عائله، لا على صحاب، لا على، كتوقف عليك انتي، انتي اللي خصك تشوفي. حيت انا فريمون في ديك البالود اللي كنت دوزت خايبه، وكان زعما شي بنت وحده اخرى في داك السن ديالي، ما كنضش انها كانت تخرج من هذاك الشيء، كان عالم الله فين كانت تمشي. كوني كابابل، لا فقريتك اي حاجه درتيها تقنيها، وقولي بانني انا 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 ديال راسي بوحدي، ما كاينش اللي غيوقف معايا، انا ديال راسي خصني نتقاتل على راسي. الوالدين ممكن انت تكوني ناعسه حتى تفيقي تلقاي راسك والديك ماتوا، ما نقولوش انهم تخاصمتي معاهم ولا شي حاجه، نقولوا ماتوا بجوجهم وخلاوك بوحدك. دونك خصك تكوني كابابل كتقراي، انا ماشي ضد القرايه، ولكن خصك تكوني كابابل تخدمي، يكون عندك فلوسك. بزاف الناس داروا بزاف د الحوايج بلا ما يقراو، انا ما كنقولش لكم تحت انا ما قاريش، ولكن بلا ما، البنات اللي كيقولوا لا انا ما قاريش ما نقدر ندير حتى شي حاجه، تقدري ديري بزاف د الحوايج واخا ما قاريش الا كانت الا كنتي انت كابابل. والبنات اللي كيقراو كنقول لكم زيدوا قراو، زيدوا قراو، وش غنقول لك، ديروا مستقبلكم. واخا تقولي انت في سن صغيره تفوتي 21 23 عام صافي، بدا ديك الساعه، ديك الساعه كتبدا الحياه ديال الخدمه، ديال جمعي الفلوس، ديال المشروع، ديال انك تكوني انت ديك الساعه صافي، كتولي من غير والديك. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية سميرة يا سادة يا كرام. كنتمنى أن تكون نالت إعجابكم، خليوا لها كلام جميل يفرح قلبها. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.